بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد من مطبخ باقة أفكار. فكرتنا النهاردة جميلة قوي زي ما انتم شايفينها كده، عبارة عن تارت الشمس. مقاديره هسيبها لكم في صندوق الوصف، كميات بسيطة جدا هتعمل التارت الحلو قوي قوي ده. الطريقة والخطوات خطوة خطوة هنشوفهم مع بعض، بس لو ما عملتوش لايك للفيديو نعمل لايك ويلا نبدأ الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. معانا النهاردة المقادير بتاعتنا 320 جرام دقيق، عليهم فانيليا، وعليهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. دي أول مواد جاف. بعد كده عندنا 160 جرام زبدة مارجرين، 2 بيض، 60 جرام سكر، ملعقتين لبن. احنا ضفنا كده كل المواد الجافة مع بعض، حطينا عليهم الزبدة والمارجرين. هنبتدي نفرك دول كده مع بعض خالص كويس جدا. لما اوصل المرحلة دي هقول لكم كده. عملنا ميكس كويس جدا بين الزبدة وبين مكونات الجافة. هنحط كده دلوقتي البيض واللبن وبنخلط دول كده مع بعض بدون عجن باليد. كمان ملعقتين لبن. نعمل العجين بعد كده بإيدي خفيف جدا. حطيناش لبن تاني.
كده، هغطيها بالاسترتش واسيبها ترتاح 10 دقائق. بعد العجينة كده ما ارتاحت، انا هقص ورقة زبدة قد الصينية، هيقلع تقريبا قطرها كده 30 سنتي، وهبتدي افرد. هنفرد كده العجينة بتاعتنا دايرة، بعد كده هجيب طبق قطره 18 سنتي، هدوس بيه ضغطة خفيفة كده واطلعه. انا عايزة العلامة دي، عايزة اعمل الاسطوانة دي. بعد كده هبتدي اقطع ده، امسك واحدة كده بعدين اتني كده اهي، وامسك دي كده ودي كده واعملها كده، تمام. واحدة تانية اهي كده اهو، والف وارجع بيها هنا واقلب دي كده ودي كده واقفل كده. هكمل معاكم للاخر وارجع. هندهن كل فطيره الشمس كده بالبيض في الجزء ده، كده انا خلصت. دلوقتي هنعمل الحشو، هنغطي كل السطح كده بالمربى في الدايرة دي.
بعد كده شوية فول سوداني. دخلها الفرن بعد كده على درجة حرارة 180 درجة، وما شغلش الشواية من فوق علشان المربى ما تتحرقش. نشوفها مع بعض لما تخرج. إيه كده الطرس بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، شكلها جميل قوي. إيه يا رب تعجبكم، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويشجعنا بلايك. إيه لان انا بحب جدا ان الاقي لايك، ده بيقول لي اذا كانت عجبتكم ولا لا. نشوفها كده مع بعض، نشوف جزء منها. شكلها شهي جدا، يفتح النفس بريحة الزبدة البلدي الجميلة.